نجمة من نجمات السينما المصرية على مدار تاريخها، هي نجمة الجماهير، اللقب اللي كان بيسبق اسمها الأفيشات وتترات أغلب أعمالها. نادية الجندي اتولدت 24 مارس سنة 1946 وعاشت طفولتها في محافظة الإسكندرية، فازت بجائزة ملكة جمال الإسكندرية وكان عمرها 15 سنة. بدأت حياتها الفنية في أدوار صغيرة، شاركت كبار النجوم أمثال رشدي أباظة، عماد حمدي وغيرهم. كان أول ظهور فني لها من خلال فيلم جميلة سنة 1958. أرشيفها الفني يضم عدد من الأعمال المميزة، قدمت ما يزيد عن 50 فيلم وحوالي 8 مسلسلات. اشتهرت بتقديم مجموعة من الأفلام الجاسوسية والسياسية وذات القضايا الهامة، منها مهمة في تل أبيب وملف سامية شعراوي والإرهاب والبطنية. نالت عدد من التكريمات والجوائز حول مشوارها الفني، وعن سر لقبها بنجمة الجماهير أكدت في تصريحات سابقة لها أنه يرجع لتحقيقها نجاح كبير في أعمالها الفنية، فكانت تحصد أعلى إيرادات. عرفت بخلافاتها مع عدد من شخصيات الوسط الفني من بينهم نبيل عبيد، لكنها نفت وقالت لا يوجد خلاف، فكل منا له جمهوره وفنه. صرحت مؤخرا أن الفنان الراحل عماد حمدي هو اللي صنع نجومية شادية خلال فترة زواجه منها، وتمردت عليه شادية بعد النجاح وانفصلت عنه، لتفتح أسرة الراحلة شادية النار عليها، ونفت ما قالته موجهة انتقاد شديد لها. تزوجت نادية الجندي مرتين، الأولى من عماد حمدي وكان عمرها 16 سنة، وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام، وبعدها تزوجت من المنتج والفنان محمد مختار، وقدمت معه مجموعة من الأعمال السينمائية المميزة، ولكنها انفصلت عنه سنة 1995. قدمت خلال شهر رمضان الماضي مسلسل سكر زيادة اللي عادت بيه للشاشة بعد طول غياب، ففي عيد ميلادها 75 كل عام والفنانة نادية الجندي بكل خير.